بالفعل هذا سؤال صعب للغاية، صعب للغاية، لأنك تتعامل مع أوضاع ديناميكية متغيرة. يعني إذا نظرنا إلى الصراع السوري منذ سنتين، كانت الأطروحة كما تعلم أنت أكثر مني أنا، الأطروحة أن يعني أيام الأسد معدودة، أن الأسد الحقيقة سوف يصبح من التاريخ. الكل، من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الفرنسي، الكل كان يتحدث. الآن الحقيقة إذا نظرنا بعد 3 سنوات الحقيقة، وهنا الحقيقة أنا بقولها بصراحة دائما مع العرج يعني بالعربية، أنه الحقيقة القيادة السورية لا تحقق فقط إنجازات ميدانية تكتيكية، بدأت تحقق إنجازات الحقيقة استراتيجية. نعم، كانت معارك القلمون أو معارك حمص. نعم، وهذا الحقيقة التشظي. نعم، وليس التعددية، في فرق كبير بين التشظي، صحيح، بين التعددية في آراء المعارضة ومن هنا هذا التشظي والاختلافات والتصارع. نعم، ويعني صراع الدم. نعم، ما يحدث. نعم، حقيقة أعطى القيادة السورية وحلفائها. طيب، وحلفائها القدرة. دكتور فواز، حقيقة على دكتور جرجس، على انتفاع. نعم، حضرتك باحث يعني ولك الكثير من الكتابات حول التغيرات السياسية وتغيرات الأنظمة. الثورة السورية عندما بدأت قبل 3 سنوات كانت سلمية واضحة في عنوانها العريض، المطالبة بالحرية، لا يريدون حاكما ديكتاتوريا في سوريا، لا يريدون قمعا، لا يريدون مخابرات، يريدون تعددية سياسية، يريدون للسوري أن يعبر عن رأيه وأن يتظاهر بحرية دون أن يعتقل في أقبية المخابرات ولا ويروح وراء الشمس كما يقولون. ما الذي هذا في بداية 6 أشهر، في حين أنه دول عربية أخرى كان فيها نفس الموضوع وسقطت الأنظمة ودخلت في مخاضات أخرى، بينما النموذج السوري اختلف تماما وأصبحنا أمام ما نحن عليه اليوم. لماذا سوريا شذت عن القاعدة بالنسبة للدول الأخرى؟ بالفعل نحن كتبنا العشرات والمئات من المقالات عن الخلافات الجذرية بين الحراك السياسي في سوريا والحراك السياسي في تونس وفي مصر وفي ليبيا. النقطة الرئيسية، اختلاف سوريا الرئيسي، أن ليس هناك من ضوء، ليس هناك من فجوة بين النظام والقيادة العسكرية. يعني في تونس وفي مصر كما تعلم القيادة العسكرية الحقيقة قررت أن الرئيس بن علي ومبارك أصبح عبئا على المؤسسة العسكرية. ومن هنا الحقيقة اتخذت المؤسسة العسكرية في تونس وفي مصر قرارا بعزل الرئيسين بصراحة بكل وضوح. في سوريا الحقيقة على الرغم من كل الذي حصل في الجيش السوري، ما يزال ليس هناك من انفصام بين القيادة العسكرية والقيادة الأيديولوجية السياسية. الجيش السوري بني منذ أكثر من 40 سنة على هذا الأساس لحماية النظام السوري. نعم، يعني تصور أنت على رغم من أكثر من 3 سنوات 150 ألف قتيل، يعني كم الجيش السوري ما يزال جيشا عقائديا يقاتل لحماية الدولة والنظام في سوريا. النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا برأيي أن النظام السوري نجح في عسكرة الانتفاضة السياسية. لا في تونس ولا في مصر حصلت يعني عسكرت استخدام القوة المفرطة من قبل القيادة السياسية السورية، الحقيقة أدى إلى عسكرة الثورة، وبدأت هذه الثورة يعني أصبحت الحقيقة الآن حرب تقريبا أهلية وحروب إقليمية ودولية. نجح الأسد في عسكرة هذا الحراك، ونجح أيضا في أقلمة وعولمة هذا الصراع، ومن هنا صعوبة الحقيقة يعني توجيه ضربة عسكرية. أنا أعتقد الحقيقة هذا الصراع يمكن أن يستمر من 5 إلى 10 سنوات، الولاية الثالثة للأسد 7 سنوات. نحن نتكلم الحقيقة يعني طبعا إلا إذا حصل شيء تدخل أجنبي. نعم، في سوريا هذا صراع طويل الأمد يمكن أن يستمر بالفعل لأكثر من 10 سنوات. نعم، سيد فواز تلو، بقي معي أقل من دقيقة، ماذا تقول للمواطن السوري الذي يتابعنا الآن والذي يشعر بهذه الحالة من الضياع؟ نظام قاتل ومجرم كما تتهمونه يدعو إلى انتخابات رئاسية في ظاهرها تعددية، وغياب الأفق من جانب البديل، لا يوجد بديل واضح يمكن الوثوق به. ماذا تقول للمواطن السوري سيد فواز تلو؟
أخي الكريم، أقول لنفسي وللآخرين لا تضيعوا ولا تفوتوا بالمتاهات والأفخاخ السياسية التي يضعها المجتمع الدولي والنظام وبعض من المعارضة. هدفنا واضح جدا، إسقاط النظام بشكل كامل مهما كان الثمن، لأن التوقف قبل بضعة خطوات من النهاية سيعني خسارة كل شيء والعودة إلى نقطة الصفر بل وذل لعشرات السنين. لذلك حددوا خياراتكم بإسقاط النظام مهما كلف الثمن، وتابعوا حتى النهاية، لا يوجد أي أفاق لأي حل سياسي في المرحلة الحالية. توحدوا على الأرض أيها المقاتلون من سقط النظام سنة، مو معقول الدكتور جروس في 10 سنين. نعم، إن بقيت الأمور على والفوضى هذا الموضوع بده يطول. نعم، ضيفي الكريمين فواز تلو المعارض السوري من برلين، والدكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، شكرا جزيلا لكما. إلى حدث آخر لافت في الحقيقة، حيث أفادت مصادر إعلامية إيرانية أن المرشد الأعلى علي خامنئي أمر الحرس الثوري الإيراني بإنتاج الصواريخ بكميات ضخمة،